ايفنت النهارده هو الاحتفال باليوم العالمي لفيروس اليوم العالمي للالتهاب الكبدي بالشراكه طبعا مع مكتبه اسكندريه، وشرف لينا ان احنا نكون مع مكتبه اسكندريه مؤسسه عريقه وكليه الطب طبعا وصندوق تحيا مصر يعني كشريك، ومعانا كمان الروتري كوزموبوليتن باسكندريه ومبادره رود كبدي. والله هي المبادره ابتدت ان احنا جايين برضو مكتبه اسكندريه نكمل برنامج المكتبات، فاتفقنا ان احنا نحتفل بفيروس سي بما ان هم كمان شغالين مع جمعيه اسمها جمعيه مبادره اسمها مبادره رود كبدي. ايوه شباب من اسكندريه شاطرين جدا بيعملوا توعيه على الفيروسات. المبادره النهارده قلنا احنا هنعمل نعمل فحص للناس اللي موجوده تحت، لو حضراتكم صورتوا هتلاقوا في ناس كتير واقفه بتسجل اسمائها وبناخد منها عينات، بنعمل عينات اللي هي البي سي ار، ما بنعملش الشكه، بنعمل عينه دم كامله، عينه دم يعني بياخدوا عينه دم. عندنا النهارده وقلنا لازم طبعا برنامج الشباب والاطفال، فعملنا برنامج توعيه ليهم، وانا شايفه الايفنت كان ظريف جدا، والولاد عندهم اسئله كتير جدا ومتشغفين جدا للمعلومه، وهيروحوا بيوتهم يقولوا يقول واحد من بيسال بيقول انا اقول لمامتي ايه. فالعمليه كلها توعيه دي لازم تكون في بنقول زي هم وسطاء في المجتمع سواء طفل او شاب او كده هو يكون موجود.